إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ذي بدء أود أن أعرب على سعادتي وفرحتي بتنظيم يعني هذا اللقاء، هذا المنتخب الوطني واللي يدخل فيه إطار تصفيات كأس إفريقيا القادمة إن شاء الله على مستوى المركب الرياضي ميلود هدفي. هذا يعني التنظيم هذا جاء نتيجة كون يعني المركب والملعب يعني اليوم يوجد في أحسن حلة، وهران كذلك كما تفضلت وقلت باللي باشية فالخير على الرياضة الجزائرية وعلى المنتخبات. كل يعلم باللي باش يعني في تصفية الشان يعني الفريق الوطني با يعني كان وصل النصف النهائي وكان فاز على المنافس نتاعو يعني الفريق في دافع في الفريق لا ماشي النيجر ايتو ما من يلعب ايتو ما من يلعب ايتو لا الماتش نتاع الشان لا ديمي فانيا ماشي النيجر ماشي النيجر خمسة مقابل صفر يعني في النصف النهائي لهنا في وهران. واليوم كذلك الفريق الوطني هو متواجد يعني في عدد كامل، وكنا استقبلناهم على مستوى مطار احمد بن بلة، وحاليا يعني توجهوا الى الفندق من اجل قسط من الراحه العشيه. راح تكون كذلك عندهم اول حصه تدريبيه على مستوى الملعب ان شاء الله، سنحاول اننا نكون حاضرين في هذه. نحن هنا من اجل ان يعني مع المواطنين ومع المناصرين تاع الفريق الوطني من اجل ان نعطوه الدعم اللازم والدعم الكافي للفوز بهذه المقابله اللي هي هامه وهامه جدا. نحن يعني ان شاء الله متيقنين ان لاعبي الفريق الوطني والكوتش وذلك القائمين على الكرة الجزائرية سيعملون كل ما في وسعهم من أجل يعني الفوز بهذا اللقاء هذا. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وسنناصرهم إن شاء الله من أجل الفوز. وكالعادة ساكنة وهران ستكون بقوة يوم في الملعب يوم المباراة يعني الكل يعلم باللي باش كروي قبل العرس الاتحاد. أولا قبل كل شيء يعني أنتم تشوفوا الجمهور اللي جاي يحضر لاستقبال يعني لاعبي الفريق الوطني وكذلك يعني الطاقم الفني. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الجمهور الوهراني يعني متعطش الى مثل هكذا مقابلات. الجمهور الوهراني كذلك هو المناصرين وفيين للمنتخب الوطني ومحبين كذلك الكره المستديره. ونظن باللي باش يعني في كل مره الا وكان الحضور نتاع الوهرانيين بقوه، وفي كل مره الا وكانوا كذلك مناصرين وكانوا فالقير على النخب الوطنيه بصفه عامه. سر جاهزيه انا لا اعلم يعني وضعيه الملاعب الاخرى، ولكن ميلود هدفي انا نقول باللي باش يعني السلطات المحليه بالتنسيق مع القائمين على هذا الملعب هذا في يعني متابعه مستمره وتقريبا يوميه من اجل يعني ان يكون الملعب دائما في احسن حله. فانتم شفتوا يعني المركب هذا اللي ضم ثلاث يعني او اربع منشات فنيه هامه، هو الملعب نتاع كره القدم وكذلك يعني القاعه الرياضيه المتعدده الرياضات وكذلك المجمع المائي. يعني هذا المجمع هذا اللي تربى على مساحه نتاع 89 هكتار. نحن نعمل كما قلت يعني بصفه دائمه وبصفه دوريه على جاهزيته لاحتضان اي تظاهره. وشفتوا باللي باش يعني جرات فيه العديد من التظاهرات، كل التظاهرات التي تم تنظيمها على مستوى وهران كانت يعني ناجحه. ونظن باللي باش اليوم كذلك اللاعبين تاع الفريق الوطني سيعجبون بارضيه الميدان وسيعجبون بمدينه وهران بكاملها. شكرا لكم. المولوديه بطبيعه الحال مولوديه وهران الحمد لله اليوم يعني هذه المولوديه تشرف عليها شركه وطنيه واللي هي شركه ايبروك، وهذا كان مطلب نتاع كل يعني الجمهور الوهراني. ونظن باللي باش هذا المطلب هذا تحقق ولم يتحقق يعني بالسهوله التي يتصورها البعض، بل كانت يعني الامور صعبه ومعقده. ولكن يعني كذلك الانسان يكون متفهم ويكون كذلك يعني عاقل، فانا نقول باللي باش يعني اللي كانوا يسيروا الفريق في الفتره السابقه كذلك هم تفهموا يعني وصلوا الى فتره انهم تفهموا الوضعيه وانسحبوا وتنازلوا عن الفريق بدون يعني مقابل، اقول بالمجان يعني حتى الاسهم تاعهم تنازلوا عليها بالمجان. اليوم شركه راهي تسير في هذا الفريق هذا. السنه الماضيه كانت سنه صعبه كون انه يعني كل الاجراءات تمت في مع بدايه الموسم ولم يكن للشركه الوقت اللازم والكافي من اجل القيام كذلك يعني بما يجب القيام به. وهذه السنه كان فيه الوقت اللازم والكافي الحمد لله، لقد عملنا مع بعضنا البعض ووضعنا الخطط اللازمه من اجل تجنب يعني السقوط الى القسم الثاني، وهذا ما كان. فالمولوديه
تستحق ان تكون دائما الافضل. ونظن باللي باش سنة يعني الاستثمارات اللي قامت بها شركه ايبروك واستخدام العديد من اللاعبين يعني سواء يعني من افريقيا ومن حتى من اوروبا وبعد كذلك الانتدابات من الفرق المتواجده على ربع الوطن، 12 لاعب يعني في مستوى عالي. نظن باللي باش هذه الانتدابات هذه ستؤهل مولوديه وهران على ان تكون ان شاء الله من اولئك الذين يلعبون الادوار يعني الهامه والكبرى في البطوله الوطنيه وفي كاس الجزائر ولما لا التصفيات الافريقيه كذلك. بالنسبه للازمو كذلك تم يعني تعيين اداره جديده يترأسها دونك سي مهدي، ونظن باللي باش يعني بدا في العمل كذلك فنشوفوا باللي باش جاب يعني مدرب يعني مدرب عنده سمعه لا باس بها. انا شخصيا يعني جد مرتاح ونظن باللي باش يعني كذلك يكون في انتدابات جديده للاعبين جدد وتكون باللي باش الامور كذلك في الاتجاه الصحيح. احنا ماذا بنا كذلك لازمو يلتحق ب يعني المدرسه، لازمو مدرسه معروفه ومدرسه عريقه في كره القدم ليس فقط في وهران بل هي على المستوى الوطني وهي اللي كانت تغذي تقريبا كبار الفرق على المستوى الوطني وتستحق كذلك انها تكون يعني بين في مصاف الفرق الكبرى. الهدف نتاعنا هذه السنة إن شاء الله سنمدها بكل الدعم اللازم من أجل إن شاء الله أنها تكون في السنة القادمة إن شاء الله في القسم الوطني الأول أو المحترف الأول إن شاء الله موبيليس، ونتمناه إن شاء الله كذلك إلى مولودية وهران كما قلت يعني لما لا الفوز بالبطولة الوطنية وكأس الجزائر والتأهل كذلك إلى يعني كذلك المسابقات أو التظاهرات الإفريقية والدولية. إذن مشاهدينا الكرام المنتخب الوطني الجزائري وصل على الساعة 1:30 إلى مطار أحمد بن بلة هنا بمدينة وهران تحسبا لخوض مباراته الأولى ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام منتخب غينيا الاستوائية. المنتخب سيخوض حصة تدريبية اليوم بملعب ميلود هدفي بداية من الساعة 6:00 مساء سيحضر وستكون الحصة الأخيرة قبيل مباراة منتخب غينيا الاستوائية الخميس، كما ستكون هناك حصة تدريبية لمنتخب غينيا الاستوائية بداية من الساعة 8:00 ليلا. كما تشاهدون خلفي في هذه الصور والي ولاية وهران سعيود كان في استقبال بعثة المنتخب الوطني الذي كان على رأسها وليد صادي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رفقة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش واللاعبين لاعبي المنتخب الوطني. إذن كنت معكم أنا هنا من مطار أحمد بن بالله بوهران إسماعيل حجاب وفي تصوير زميلي محمد ترياقي.